عمليات إجلاء واسعة في الهند وباكستان للمواطنين الذين يعيشون على طول الساحل بسبب الإعصار ببراغوي. مسؤولون هنود أشاروا إلى أن السلطات أجلت بالفعل عشرات الآلاف من المجتمعات الضعيفة بولاية جوجارات الغربية بعد أن توقعت هيئة الأرصاد الجوية من دمار كامل للمنازل التقليدية المبنية من الطين، كما حذر خبراء الأرصاد من احتمال حدوث أضرار واسعة النطاق بما في ذلك تدمير محاصيل وتضرر أعمدة كهرباء واتصالات أو اختلاعها وتعطيل خطوط قطارات وطرق. في باكستان قالت وزيرة التغير المناخي شيري رحمان أن عشرات الآلاف تم نقلها من مناطق ساحلية وفي جنوب شرق البلاد، وتم إيواؤهم في العشرات من مخيمات الإغاثة، والعديد من المناطق المتضررة هي نفسها التي غمرتها الفيضانات الموسمية الكارثية العام الماضي والتي أغرقت ثلث مساحة باكستان بالمياه وألحقت أضراراً بمليون منزل وتسببت في مقتل أكثر من 1700 شخص. وتمثل الأعاصير تهديداً متكرراً لسواحل المحيط الهندي الشمالية حيث يعيش عشرات الملايين، ووفق العلماء تميل هذه الظاهرة إلى أن تصبح أكثر عنفاً بسبب التغيرات المناخية، ويؤكد الخبراء أن هذه الأعاصير تستمد طاقتها من المياه الدافئة وحرارة سطح بحر العرب والتي ارتفعت بحوالي 1.2 إلى 1.4 درجة مئوية مقارنة بما كانت عليه قبل 4 عقود.